يو عبد الله. قوم يا عبد الله، ايه اللي منيمك كده؟ قوم الا تتهوج. يا صبوحه، صباح الخير. صباح النور، ايه اللي منيمك كده؟ قول صوتك يا بنت، امك تسمع. امك تسمع؟ ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش، امي طردتني من البيت. تقوم تنام كده؟ وانا انام فين يعني؟ اروح انام في فندق؟ او نمت وخلاص. ايه اللي معاك ده يا بت؟ ده اكل هاكل بيه الفراخ. فراخ ايه؟ انا اولى من الفراخ، هات، انا ميت من الجوع. يا واد ده اكل بايت. بايت بايت، بقول لك بايت من الجوع. وانت بقى ايه اللي خلى امك تطردك؟ تلاقيك عامل لك عامله سودة. ولا سودة ولا بيضة. خدت شويه لمض من الشغل قلت ابيعهم، ربنا سترها. اللمض. اللمض دي اللي انا لقيتها في الكرتونه. وانا اقول ايه كل اللمض دي؟ هقول بقى ان انت شلت الكرتونه وحطيت اكل الفراخ، كان زمانك دلوقتي بزنين في ابو زعبل. يا لهوي، ليه؟ انا خدت الكرتونه باكل الفراخ، وكنت مظبط مع واحد كهربائي عشان ابيعهم. واحد فقعني مهموس، جم قبضوا عليا. يا لهوي. امال ايه؟ بس في الاخر لقوا اكل حمضان. لعلمك بقى ده الواد نبيل. لا لا لا، ده واد تاني خالص، نبيل ده راجل. مين اللي بره؟ رد عليها. انا يا خالتي صباح، بحط اكل الفراخ، عاوزه حاجه؟ اه يا بنت تعالي، عايزاكي. حاضر، جايه اهو. ما تقولهاش انا نايم بره. ماشي. عشتينا يا بت؟ انت اكتر. طب بقول لك ايه؟ مفيش قطه كده قريب. ما تلم نفسك. قطه صغيره بس. يا بت. اوعى. حلاوتي. صباح الخير يا خالتي. يسعد صباحك يا اختي. تعالى كش. خير. عايزاكي. الواد عبد الله نايم بره؟ لا مش بره. انت بقالك ساعه قاعده تتوشوشي تتكلمي معاه. ما تستهبليش عليا يا روح امك. ما هو اصل يا خالتي. ولا اصل بقى ولا فصل، ما بحبش الكدابين. خدي. خدي يا اختي. 5 جنيه اهي. انزلي اشتري له فطار. حته جبنه رومي على حته جبنه بيضه، شويه فول. اللي يفطر حر ونار في جتته. ليك على المصيبة اللي عملها؟ اه قال لي يا خالتي. طب اسمعي بقى، انت هتبقي مراته والمرة ضمير جوزها. اذا قبلتي يدخل جوفك ولا بيتك قرش حرام، هتعيشي طول عمرك ندمانة وصدمانة. انا بقول لك اهو، لازم يعرف ان هو عمل عاملة سودة محدش هيسامحه ولا يقبلها منه ابدا. فهماني؟ ايوه فهماك يا خالتي. يلا يا اختي، يلا انزلي جيبي له الفطار، وما تقوليلوش ان انا اللي اديتك الفلوس. ها؟ ماشي يا خالتي. واسمعي بقى، تكدبيش عليا تاني يا روح امك. انا بقولها لك كلمه يحطيها حلقه في ودنك. ها؟ ده انا اللي مربيه امك ومربياك. ماشي يا خالتي. حاجك اطمر رقبتك. انت يا بنت الخمسة جنيه دي؟ على فكرة يا بت، أكلك اتحسن، امسكي. سيبك بقى من مقولة الضمير بتاع أمي ده. تجيب قطة يا بت. يا لهوي. إيه يا بت في إيه؟ مفيش حاجة يا خالتي. ده الديك بتاعك على الدنيا. السلام ازيك يا ست صفيه؟ الحمد لله. لك عين ترقعها وانت واكل حق الغلابه. ايوه يا دكتور. دريت يا سيدي بالمصيبه اللي حصلت؟ الاخضر دخل جدول اول. عرفت؟ اعوذ بالله. هو انت يا اخي مفيش حاجه تستخبى عليك ابدا. طب اقول لك ايه؟ طالب منك خدمه. نزل لي كام واد كده من العيال بتوع الارياف يعسوا هناك، ها؟ يجيبوا لنا المتوفر قبل ما يوصلهم النشره. واللي يجي لك بس هاتهولي، مالكش دعوه، انا فلوسي حاضره. مع السلامه يا دكتور، ماليش بركه الا انت. سلامه يا حبيبي.
ثانية شوقي. ألو. أيوة يا شوقي، وحشتني قوي يا ولا. أيوة يا عم، ازيك؟ عامله ايه؟ وحشتيني قوي، وحشتيني. انت ما بتتكلمش ليه؟ لا يا اما غصب عني يا اما، معلش. قولي عامله ايه، واختي عامله ايه، وابويا عامل ايه؟ ده انا بحاول احنن قلب ابوك عليك عشان يرجعك. انا نازل يا زينب، عايز حاجه؟ عايز سلامتك يا اخويا. بالسلامه. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. تلاقي حد من أصحاب شوقي سمع صوتي خاف يرد. ولا يمكن يا أخويا يكون شوقي هو بنفسه وخاف يرد عليك. خلاص، وبرد انت على التليفونات ما دام صوتي بقى يخوف. يا اخوي اذا كان عمل اي حاجه كده ولا كده سامحه عشان خاطري. بصراحه بقى البيت بقى وحش قوي من غيره، البيت ساكت على طول. هو كلمك في حاجه؟ لا، ده كله فين وفين لما يفتكر ويكلمني. لما يفتكر؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا مش عارف الواد ده طالع كده لمين. يلا ربنا يهديه. يا رب. ادعي له يا اخويا. بدعي له يا اختي، ربنا يهديه ويهدينا جميعا يا رب. انا نازل. مع السلامه يا اخويا. بالسلامه.